السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة بعملها بإذن الله. هنعمل النهاردة مع بعض طرت الكنافة بالفاكهة بكريمة اقتصادية، شكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين والطعم جميل جدا. وصفة لذيذة وسريعة اعتمديها في رمضان، إن شاء الله هتعجب ولادك وتعجب ضيوفك. اتبعي معايا الخطوات وهتحصلي على نفس النتيجة وأحسن إن شاء الله. يلا نبتدي بالمقادير. أنا هحتاج ربع كيلو من الكنافة لأن أنا هعمل صينية صغيرة، لو هتعملي صينية أكبر يبقى نص كيلو. أنا بإيديا كده بفرد الكنافة من بعض وبقطعها حتت صغيرة. حاولي دايما تجيبي الكنافة تكون طازة عشان تبقى سهلة معاكي في التقطيع وما تضايقكيش. قطعيها بايديك كده حتت صغيره حتت صغيره لحد ما تلاقيها كلها كده ما فيهاش حتت سليمه، ده هيساعدك لما تيجي تعملي الطرد. بعد ما تخلصي الكميه كلها زي ما انت شايفه كده، شايفين بقت فتافيت صغيره خالص، هنبتدي نحط لها سكر بودر. الربع كيلو هياخد ربع كوبايه سكر، لو هتعملي نص كيلو هيبقى نص كوبايه سكر. فايدة بقى السكر البودر ايه؟ السكر البودر هيخلي الطرط يتماسك، طرط الكنافة يتماسك، وفي نفس الوقت هيديها نسبة من السكر وكمان هيديني لون ذهبي جميل قوي. اخلطي بقى السكر بكل حبات الكنافة بكل شعيرات الكنافة، غطيها كده غلفيها خالص بالسكر. خلي قدامك حاجة واسعة زي ما انا عاملة كده صينية عشان تبقى سهلة عليك، لان الكنافة بتفرفت كده وبتتطاير زي ما انتوا شايفين كده. انا غلفتها بالسكر خالص، انا مش هحط السمنة دلوقتي، انا هبتدي احطها في الصينية بتاعتي وبعدين في الاخر هحط لها السمنة او الزبدة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت حبة حبة وبقيت اضغط بايديا لحد ما مليت الصينية. بعد كده ضغطت على السطح الكوباية عشان اساوي السطح وعشان اضغط عليها كمان عشان تتماسك بالطريقة دي زي ما انتو شايفين. بعد كده جبت نص كوباية من الزبدة السايحة وبدأت اشربها للكنافة، معلقة معلقة كده لحد ما غطيت السطح خالص. الزبدة بقى هتديني الطعم وهتخلي الكنافة تقرمش كده وتبقى جميلة. حاولي تغطي السطح كله والجوانب بالزبدة زي ما انا عملت كده، وده شكلها. انا هخبزها في فرن درجة حرارة 160 لحد ما قعرها يحمر ولحد ما الوش كمان يحمر. وخلي بالك لما بتخبزيها الكنافة ما بتاخدش وقت خالص، خلي بالك عشان ما تتحرقش منك. بعد ما هتطلع بقى وهتبرد انا هسقيها بالشربات، شربات كنافة تقيل عشان انا عايزة احافظ على قرمشة الكنافة، مش عايزاها تبقى طرية. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وكنت مشربوها العسل. هي الخطوة بتاعة تشريب العسل دي ضاعت مني على التليفون، بس هي سهلة يعني بمعلقة كده هتشربيها وهي لسه خارجة من الفرن عشان تشرب العسل. وكمان حضرت الكريمة الاقتصادية اللي هي بتاعة تزيين الحلويات، هسيب لكم الرابط بتاع الوصفة في صندوق الوصف. وعندي مجموعة من الفاكهة، اي نوع فاكهة عندك حطيها هتبقى حلوة. انا عندي هنا كيوي وتفاح وفراولة، ممكن يبقى موز وبرتقال وكيوي، يعني الموجود عندك اي فاكهة هيبقى طعمها حلو. حطيت بقى الكريمة الاقتصادية بتاعتي في كيس تزيين الحلويات وبدأت اعمل وردات على سطح الطرت بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وردات جنب بعض وردات جنب بعض عشان عايزة املى السطح. انا بقيت اسيب فراغات شوية كده علشان انا عايزة ابين ان ده طرت كنافة مش كيكة او مش طرت اللي هو بعجينة الطرت، عايزة ابين ان دي كنافة. وصفة حلوة قوي وابتدى شكلها يبان، ورصيتي الفاكهة بقى بشكل حلو. انتي رصي الفاكهة زي ما انتي عايزة باي شكل. شايفين التزيين ابتدى يبان وشكلها بقى مبهج وجميل ازاي. وصفة حلوة قوي هتعجب ولادك. ولو انتي اول مرة بتزوري قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل
ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. رصيت بقى التفاح والفراولة والكيوي زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم في التزيين بتاعي؟ اعملوا لايك بقى للطرت الجميل ده عشان الفايدة طول. انا هسيب لكم كمان في صندوق الوصف رابط لكذا نوع من الكنافة، انا كنت عاملاهم في القناة قبل كده. هسيب لكم كنافة ال10 دقايق، سهلة جدا وسريعة جدا وطعمها حلو جدا، هتنجزك في رمضان. هنا بدأت بقى بشربات الحلويات العادي، الشربات بس تقيل شوية. بدأت ادهن الفاكهة عشان لونها ما يغيرش وفي نفس الوقت يديني لمعة، عشان انا عايزة الطرت بتاعي زي اللي احنا بنشتريه جاهز، واديكم شايفين احلى من الجاهز كمان، والطعم روعة جدا. يعني بعد ما خلصت التصوير واكلناها كان طعمها حلو قوي قوي. وصفة جميلة وما بتاخدش وقت، انت بتحطي الطرت في الصينية وبتسويه وبعدين كريمة وشوية فاكهة، هتبقى حلوة قوي في العزومات في رمضان. اعمليها بطريقتي ولو عجبتك ادعيلي دعوة حلوة. هسيب لكم كمان في صندوق الوصف طريقة الكنافة الفور سيزون دي، انا كنت عملتها رمضان اللي فات، جربوها برضو هتعجبكم، جميلة جدا. وده الشكل النهائي للطرت بتاعي، الكنافة احمرت، الكريمة جميلة جدا طعمها حلو قوي مع الفاكهة، وحاجة مختلفة وجديدة عن الكنافة بالنوتيلا او الكنافة بالكاستر. يعني الكنافة بالفاكهة دي حاجة حلوة قوي لذيذة، جربيها. ويبقى نوع من انواع من انواع الكنافة في رمضان. طبعا رمضان اللهم بلغنا واياكم رمضان، كل سنة وانتم طيبين مقدما. رمضان بنحب نعمل اصناف كتيرة من الكنافة، سواء هتعمليها للبيت او هتعمليها لعزومة او هتاخديها هدية معاكي. انا شايفة ان الطرت ده حلو قوي، يا رب يعجبكم زي ما هو عاجبني. شايفين بقى الشكل من فوق جميل ازاي، والفاكهة عاطية لون مبهج كمان وعاطية طعم حلو قوي. طبعا انا عامله مقاس صغير، انت ممكن تكبري المقاس زي ما انت عايزه، وممكن كمان تعمليها في وحدات طرت صغيره يبقى كل واحد ياخد واحد لو عندك عزومه. حلوه قوي. لو انت حابه الكنافه تبقى طريه خففي الشربات شويه واسقيها كميه كبيره فالكنافه هتبقى طريه، لكن انا حباها مقرمشه فانا حطيتها الشربات تقيل. ودي كانت وصفة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان الفايدة تعم، وهنقطع منها حتة عشان تشوفوها كمان. ياريتكم موجودين معايا، كنت دقتوها فعلا جميلة قوي. شايفين بقى الجمال والحلاوة، مكونات بسيطة جدا، عملنا حاجة حلوة قوي. شايفين الشكل جميل، يعني انت لما تدي حد طبق من الكنافة دي مع قطايف مثلا مع مشروب رمضان، ضيافة 5 نجوم. جربوها تعجبكم ان شاء الله. الوصفة خلصت، ويا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة مطبخ توتي، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل ليصلكم كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها بإذن الله. استنوني في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.